تعد أمراض العمود الفقري من أكثر الأمراض انتشاراً في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهور الأجهزة التكنولوجية والتي ساعدت على زيادة المشاكل المتعلقة بالعمود الفقري. بعض الأطباء يسمون هذه الأمراض بأمراض الحضارة. ما هي أكثر أمراض العمود الفقري شيوعاً وما أساليب العلاج المتاحة أمامنا؟ هذا ما سنتحاور فيه ويجيبنا عليها الدكتور هيثم العقيلي استشاري جراحة الأعصاب. صباح الخير لك دكتور. دكتور هل تسمعني؟ كيف؟ هلأ صرت عم بسمعك، أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية يعني أكيد العمود الفقري صار شائع جدا بممارستنا اليومية، بعض الأمراض والأوجاع، فحابين نعرف ما هي أكثر الأوجاع شيوعا ومن المناطق اللي موجودة بالعمود الفقري اللي من الممكن أن تكون أضعف من غيرها؟ في احنا صحيح في منطقتنا في نوعين من انواع العمود الام العمود الفقري، اللي هو الاكثر شيوعا في منطقتنا واللي هي الام الظهر والرقبه. صح، عم تسمعني؟ النوع الثاني الفقري ناتج عن الديسك. النوع الأول عادة له سيناريو شبه محدد، واللي هو بيكون عادة ألم في أسفل الظهر بيزيد مع الوضعية الثابتة زي الوقوف الطويل والجلوس الطويل، وبتحسن مع المشي القصير وبعود مع المشي الطويل. هذا النوع من الألم ممكن إذا كان في الرقبة إنه يصاحبه يمتد للأكتاف، يمتد احيانا بين اللوحتين، واحيانا ممكن يعمل صداع. بالمقابل في عندنا اللي لما يكون الظهر، فعاده هذا الالم ممكن يمتد مع تنمل او خدر في الاطراف السفلى. هذا النوع الاول واللي هو اكثر شيوعا في منطقتنا. اما النوع الثاني فعاده بيكون الم مستمر متكرر داخلي في الاطراف، بحيث انه المريض ممكن يحكي انه الالم عندي موجود طول الوقت في اللي منطقة الرجل داخلي في العظم بشعره، أو بشعر كأنه في انتفاخ في الطرف، سواء كان نحن نحكي عن اليد أو نحكي عن الرجل. يعني بنلخصهم نوعين، نوع دارج في مجتمعنا واللي هو النوع لكن أكثر شيوعا في الغرب، واللي هو نوع الموجود في الأطراف. نعم دكتور، لا أعرف إذا تسمعني الآن. عادة يعني أمراض العمود الفقري بتكون مؤلمة جدا، ولكن هل هناك ملامح واضحة يجب بعدها أن نذهب لزيارة طبيب العمود الفقري؟ يعني لا يمكن فقط أن نستسلم لفكرة المسكنات مثلا أو عدم أخذها بجدية كبيرة. النوع الأول، وخليني أنا ليش بركز شوي على النوع الأول، لأني بلاحظه موجود كثير في مجتمعنا المتكرر في الرقبة والظهر. للأسف أنه المريض عادة بيجي متأخر شوية، بيكون مر عليه فترة طويلة، بيكون يعاني من ألم زي ما قلت زي موجات بيجي في الظهر والرقبة. الآن إذا تأخرنا في تشخيصه عادة بتحول من لمشكلة أخرى. يعني خلينا نقول كيف، إنه الألم هو موجود عشان ينبهنا إنه في مشكلة قاعد بتصير بالعمود الفقري، لكن إذا استمر لفترات طويلة فبيصبح الألم مشكلة بالإضافة للمشكلة الأصلية الموجودة. نعم، أكثر الأمراض شيوعا في الأردن كما ذكرت في النوع الأول والنوع الثاني، ويمكن كان في مشكلة بالصوت، لم نستطع أن نفهم يعني أي جزء فعليا من العمود الفقري ومرتبط بممارسات معينة، يعني في العمل، في القعدة، في السيارة، واللي زي ما حكينا السيناريو عادة أنه بيزيد ألم بيزيد في الوقوف الطويل أو الجلوس الطويل، بتحسن مع المشي القصير وممكن يرجع للمشي الطويل. هذا نتيجة سوء استخدام العمود الفقري، سواء بسبب الجلوس لفترات طويلة في وضعيات خاطئة،
سواء زي الأعمال المكتبية، أعمال الكمبيوتر، هذه عادة الممارسات الخاطئة. وبحب أذكر أنه الطلاب، صحيح الآن التعليم إلكتروني، بس في فترات التعليم الوجاهي حمل لشنطة الطالب إذا بتزيد عن 10% من وزنه طبعا بتسبب له برضه نفس المشاكل، أو بتسهل أنه يصير آلام ومشاكل العمود الفقري. متى نستطيع أن نقول دكتور أنه هناك ديسك أو احتمالية للديسك؟ يعني هل كل الأشخاص معرضين بنفس الطريقة للديسك؟ وما هو فعليا الديسك والانزلاق الغضروفي من جهة أخرى؟ ما الاختلافات بين هذه الأمراض أو أنواعها؟ هذا يعني اللي هي العمود الفقري، فإحنا عندنا فقرة ماشي، الديسك هو قرص يمتص الصدمات، مادة ليفية تحيط بمادة هلامية اللي هي زي، يحدث عادة أنه ضعف المادة الليفية يؤدي لخروج المادة الهلامية وضغطها على العصب. لكن الأهم من الاستعداد الوراثي هي الحياة اليومية، يعني إذا حكينا عن سوء استخدام العمود الفقري، إذا حكينا عن التوتر المزمن أو المتكرر لأنه بيسبب شد عضلي مزمن متكرر، بيؤدي كمان بسهل يصير الديسك. نقص الفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين بي والمعادن مثل الحديد، هاي الثلاث أسباب الرئيسية اللي بتساعد أنه يصير اللي هي آلام أو يعني يصير مشاكل في الديسك أو الانزلاق الغضروفي، واللي بتؤدي بعدها لآلام. طيب كيف ممكن دكتور أن نتجنب هذه النوع من الأمراض العمود الفقري خاصة الشائعة، وهل ممكن علاجها في حالة أصيب الشخص بها؟ الحمد لله نتوافر الآن على العلاجات، وصار تطور كبير آخر 5 سنوات. فزمان كانت العمليات مفتوحة، بعدين تطورت للعمليات المجهرية، بعدين الآن كثير من مشاكل العمود الفقري إحنا بنحلها بالتخدير الموضعي، يعني الآن صارت تقنيات التداخل المحدود واللي معظمها بنعملها بالتخدير الموضعي بالمناسبة. والجزء الثاني هو طبعا مجهريا العمليات المفتوحة صارت محدودة جدا، هي موجودة ونتائجها، نتائج النجاح فيها المفروض تزيد عن 98-99%، واحتمال المخاطرة أو المضاعفات خصوصا لما نحكي عن تقنيات التخدير الموضعي تقترب من الصفر. فمسألة العلاج الآن طبعا أكيد هي بدها خبرة ومراكز محددة، لكن بشكل عام يعني بنطمن الجميع أنه لا، متوفرة من التخدير الموضعي للمجهري للمفتوح ونتائجها ممتازة جدا. إذا بدنا نصيحة رقم واحد فهي المشي المنتظم، يعني مدة 30 دقيقة 3 إلى 4 مرات أسبوعيا أحسن، بس يعني نحكي 3 إلى 4 مرات أسبوعيا مع أخذ فيتامين د، فيتامين بي وتعديل الحديد بالمئة من مشاكل العمود الفقري. نعم، المهم جدا، لانه هذا موجود الان في الفتره هاي، يعني بسبب خوف الناس من كورونا وقلقهم من المستقبل، نتذكر انه التوتر احد اسباب الام العمود الفقري، وبالتالي السيطره على التوتر، التعامل مع التوتر ضروري جدا وبيساعد جدا في التخلص من كثير من الام العمود الفقري. كيف ممكن، يعني بحب اعرف منك دكتور، كيف ممكن التوتر ان يؤثر على العمود الفقري؟ يعني شو هي اليه هذا التاثر؟ يعني أنا بدي أختصرها رغم أنه نقدر نتوسع فيها. الآن التوتر بيزيد عندنا الأدرينالين وبيزيد عندنا الكورتيزول. الأدرينالين بضع الجسم في حالة استعداد، يعني بده يصير شد عضلي بكافة عضلات الجسم، وبالمقابل ارتفاع الكورتيزول بيخفف المناعة أو بضعف المناعة ويزيد الالتهابات داخل الجسم. لذلك الشد العضلي المستمر مع اللي هي نقص المناعة وارتفاع اللي هي استعداد الجسم للالتهابات، الثلاث راح يعملوا اللي هي الآلام العمود الفقري الناتجة عن العضلات، عن المفاصل وعن الديسكات. ونتذكر إنه إحنا ما يتحكم في مسألة التوتر هو العقل الباطن، وهو لا يستوعب الزمن، يعني
إذا خفنا من المستقبل أحداث سيئة بالماضي فهو يفترض أن في خطر الآن، وبالتالي مباشرة بيزيد الأدرينالين وبيزيد الكورتيزون. نعم، شكرا لك دكتور هيثم العقيلي استشاري جراحة الأعصاب، صباح الخير مرة جديدة.